سنين ماشي، دايمة. حكيت معاك معاش دوت 3 سنين تالي على كاميرا خفية تاكسي. تاكسي هي وي هكا تاكسي اللي ولا كنت ملي فان انا بيها تاكسي، اها ضحكتني وما زلت برشا. فان ولا ما زلت فان، ما يا زلت بيه فان. ما بالحق تاكسي وقتها اكتشفتك في تاكسي، خاطر وقتها وكنت اتصلت بيك قلت لك يعطيك الصحة على الخدمة نتاعك في كاميرا كاشي التاكسي. اليوم نلقاك في الوطنية الأولى بكاميرا كاشي تعليل، الكاميرا الخفية هذه اللي الفكرة يظهر لي مستوحاة من مصر. وي نفس موجودة في مش كان في مصر، هما تقريبا كل الناس يقولوا اللي هي في مصر، لكن موجودة حتى في الجزائر. كيفها كنت تشبهها نقول مش توا، كيفها؟ قلت في الجزائر كنت اي نقول. موجودة في برشا دول لكن مش نسخة، لأنه مثلا في مصر يجيبوا ناس معرسين، نحن عندنا المخطوبين، احنا عندنا خاطر ما برنامج عندناش الطبخ تعدد وكهو. أبار هذايا، احنا عندنا برنامج طبخ ومسابقات، وفيه ديجا نص الكاميرا الخفية تبدأ في وسط السلسلة من الاستفزازات اللي في الكوجينة، على عكس اللي موجود في البرامج الاخرى انهم يختزلوا المرحله الاولى مباشره يدخلوا في العرس. اي شفتك انت في دور الشيف دايوغ يظهر. وي انا دور الشيف، لانه احنا نستضيفوه البرنامج طبخ وهمي باش نصوروا في اوتيل، وقت احنا نصوروا بطبيعه مع الكونديدات او الخطيبه اللي خذينا الكونتاكت نتاعها بطبيعه من عند خطيبها، لهنا تلقى راجلها معرس داخل قدامها في نفس الاوتيل باش يطلع يكمل نص دينو. التوين سنسي بسم الله ما شاء الله علينا، ما غير ما نحكي لك تشوف في ردود الافعال وحدك تحكي لي دايوغ على ردود الافعال اللي مازلنا نستناو فيهم. فكره فيها برشا مغامره. اول سؤال قبل ما ندخل في فكره التعليله، مع الفبركه في كاميرا خفيه ولا والله مش معاه؟ شوف معاه في وقت معين، تنقول لك ديجا قلتها قبل، معاك يبداو مثلا مع النجوم وباش تبدا تسوق تصويره كبيره مزيانه نتاع باش تصور مثلا تسوق سياحيا لبروجي او لمنطقه او لبلاصه، فلهنا تولي تكتب في فرجه مش تكتب في كاميرا كاشي، تولي فرجه اي. اما 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 نعطيهاش كاميرا خفيه، خاطر هوني وكانه نوليو ما نحبش نقول هالكلمه لكن نعديو فيها المشاهد زيد. وي جوستومون يولي كانك تركب في حاجه على المشاهد، تقول انا نعمل في كاميرا خفيه وهي ماهيش خفيه، فلهنا تولي ما عادش كاميرا كاشي اسمها، هذاك علاش قلت لك يتنحى صفه الكاميرا كاميرا كاشي، مش كاشي ولا تولي اسمها صناعه محتوى او حكايه حابين نعملوها، ولكن ما هيش كاميرا كاشي تولي. فالكاميرا كاشي لازم الضيف بتاعي يكون تشوف تخرج منه رياكسيون الحقيقيه، وهذا اللي صار في حلقات اللي تعداو عندنا نحن الاربع ايام الاولى. كانت بعض حلقات خرجت حتى على السيطره. هذا هو اللي باش نحكي لك فيه امين. معناتها فكره انك اليوم تدخل تلقى خطيبك قاعد يعرس وكل، هي فكره مستفزه جدا، وانا نعذر ردود الافعال، لكن فما ردود افعال خارج تاع السيطره، وكان فما فيديو قاعد يدور الخطيبه معناتها تحكي مع خطيبها، رده فعلها كانت برشا اعتبروها قاسيه شويه، حتى فما صحفيين وناشطين كتبوا قالوا ردود رده فعلها كانت قاسيه، يعني فما كلمات قاسيه ما نجمش نعاودهم هوني في لونتين بيان سور. هما تعديوا في لونتين، تعديوا في التلفزه الوطنيه وكانوا ما فيهم حتى شيء. حتى لا لا انا كي نقول ما نحبش، انا نقول ما نحبش نعديهم، مانيش نحكي على دي غومو، مانيش نحكي على كلمات، اما انا ما نحبش يعني نقولهم، معناتها ما نحبش نقولهم وكاو الناس تعرف على شو تحب تقولهم. انت تفضل راهم انا ما نحبذش، ما هو جوست باش نفسر، لانه الكلمات مادام وصلوا تعديوا لا تعديوا جراف. لا لا مش كلمات جراف، مانيش نحكي على كلام، لا لا مانيش نحكي على كلام هذاك، لكن كلام معناتها كيما نقولوا معناتها بين مراه وراجل ياسر جارح برشا ولوغ رزيق برشا. ناس قالوا علاش مين عداها مثلا؟ ما هو نقول لك حاجه انا تتفهمني، راهو اللي تعدى في التعليله 1% من اللي قاعد يصير في الواقع نتاع العروسات ونتاع العائلات التونسيه. اما الواقع مانيش نصوروا فيه نعديو فيه في التلفزه. لا لا نوريو في حاجات صايره معناتها رياكسيون ما نجمش نركبها انا، ما نجمش المراه نقول لها امان ابرد شويه او نقص شويه في ليه ما تنجمش تتحمل مسؤوليه. هي كل حلقه كيف فما حلقات كانوا ردود الفعل كيف ما اللي تعدت البارح، فما حلقات كانوا ردود فعل عاديه، فما حلقه اصلا خليته يتعدى. شنو يتعدى؟ عارف زغرتت له معناها؟ اي نعم والله فما حلقه ماهيش باش تتعدى، فما حلقه تشبه لها باش تتعدى بيان سور. ما عندنا حلقه قالت له فازي تفضل، معناها شنو انت عرست برافو مبروك عليك، ضحكت شد بلاصتك وتفضل كمل على روحك. انا نقولها برافو المره هذيا مش هي كاو تقول برافو. فما عديد الحلقات اللي فيهم اختلاف في المواقف. وعلاش ما عديتهاش هذه تو؟ يقول قايل تعجل الحلقه اللي ها نقول لك هذه هي رفضت انها تتعجل. داكوغ داكوغ رفضت في اخر البرنامج رفضت، ولكن عندنا حلقه شبيهه منها بالضبط وبتشوفها تتعدى تقريبا والله مش عارف ممكن 12 او 13 نسيت الترتيب، باش تقول له قاتو فازي معناها في الاخر شنو نعمل، تعدى في الاخر ما نجمتش تحكم فيه معناها.
مش تحكم فيه الراجل ماشي يتصدر معناتها مش تحكم فيه. اما امين بالحق هل مثلا اكيد انا مش نسالك المراه خذت موافقه ولا خاطر كما احنا كنا ولاد دومين دونك نعرف اكيد عديتها كانت بموافقتها لكن هوني ولاد دومين لموا عليك وقالوا قالوا لك علاش عديتها رزينا شويه من بعد الراجل شنو شكون رده فعله قدام اصحابه قدام مرته بيدها نهار اخر قدام فهمني فاش نحكي دونك هذوما التعليقات اللي شفتهم. بالنسبه للتعليقات هذه انا نجم نجاوب سريعا على النقطه هذه بالذات لانه شفت اللي حضروا معنا الكل ممكن فما جانب الناس ما تعرفوش. لي كوبل اصحاب جو على الاخر وفدليكه مع بعضهم على الاخر وموصل لي يجيبها ويحضرها معه في الموقف هذاك الا ما يعرف هو رده فعلها مش انا مش نعرف رده فعل خطيبته اكثر منه بيان سور. فهو يبدا عارف روحه على شنو قدم وجاء هو معناها فرحان من لون ونعملوا معه الانترفيو فهو قابل اللي باش يصير وداير انا في كل انترفيو نقول له تقبل وتتحمل مسؤوليتك في اللي باش يصير الكل من عند خطيبتك من بعد شويه يقول لي وين نتحمل مسؤوليتي. فهو من بعد انا اكتشف انهم يحبوا بعضهم برشا وفدلاكة في الدنيا معناها بعيد على التصوير على الحكايه اللي صارت تلقاهم عندهم بينات بعضهم هكا فازات فيديوهات يعمل لها مقلب تعمل له حكايه معناها هما عايشين ديجا الحياه وهما ديما يحصلوا في بعضهم فهذا لكن الحصله هذه صعيبه شويه راه ما نتصورش جايبت له خطيب وجايه هي زايده لا هي بالطبيعه مش نفس الدرجه احنا طلعنا بين سور الدوغري فهمني ولكن الحقيقه معناها في الاخر ما يروحوا كان ما نلقاهم امور واضحه نلقاهم فرحانين سيبو قابلين بين سور ويقبلوا في قدام الكاميرا انها تتعدى الحلقه فقانونيا امورنا معاهم منظمه. سميح ضحك فيا على جايبت له خطيب وجاي هاي سميح سميح كريدين في لونتين تضحك بك امين يخلصوا الناس هذوما ولا لا ما نجمش نخلص كشي ماهوش ممثل هو باش نخلصه لا في برا في اللي كاميرا كشي باش يجيب خطيبته ويخلص معنا لا لا هو جاي باش يتسابق هو جايبه هو احنا نستضيفوا الراجل يجي اي الراجل يخلص ولا هذا هو لا نوفروا له الظروف كامله بيان سور باش يجيب حذانا ويرجع امور واضحه اذا كان فصارت في بعض الحلقات لانه اذا كان المراه جات وضيعت خدمتها ولا ضيعت نهار من خدمتها ولا كان عندها انا فير بالطبيعه نعملوا مع اتفاق تاع باش ما تخرجش زاده خاسره من الجهات الكل معناها رمزيا بالطبيعه تعويض رمزي باش ما تقعدش هي زاده خاسره نهار من فما تكون مثلا سايبه خدمتها باش جات اي دونك تطلع خاسره نهار وبعد تقول لي كاميرا كشي فوالا فوالا رجع لي نهار امين هل كانت فما ردود مش ردود افعال قاسيه هل فما ديكوبل اليوم وصلت العلاقة قصت بيناتهم بعد المقلب هذايا؟ لا, لا 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 مستحيل كلهم قعدوا تبعناهم وكلهم امورهم واضحه ما يخرجوا من غادي من بحذانا الا ما يركحوا امورهم ويفطروا مع بعضهم الناس الكل لانه احنا نصوروا في اوتيل فالعلاقه ديما تقعد طيبه العلاقات قلت لك فما حلقات مش باش يتعداو صورنا برشا نحن نعديو 20 لكن صورنا اكثر برشا من 20 لانه يعني فما حلقات تقول لك ما تعدينيش والا اوكي تقبل هي وياه الحكايه ما تقول لك مثلا لا ما تعدينيش والا فما شكون اللي قالت مش اول مره يعملها شنو مش اول مره يعملها عرس قبل برشا مرات جاب لها برشا خطيبات معناها عايشها الموقف تقريبا خانها فوالا فلان فما حلقات ما يتعداوش للسبب هذا الاكثر الاقل امين اغرب رده فعل باش نشوفوها اغرب رده فعل باش تشوفوها فما اللي خليته يتعدى ويعرس فما حلقات خرجوا على فما شويه عنف انا تعرضت له الحقيقة تستاهل أمين سامحني أمين تعرفني نحبك ما تستاهل فما شكون كسرت كاميرا فما برشا خسائر معناها خسائر مادية ومعنوية ذي لا مادية كمعنوية معنوية الكلام هذاك باش يعدي يا أمين معناها تنجم أنا نورمال نقعد مغشى الجمعة بعدها حتى هي كاميرا كشي ولكن هو شفت الحلقة هذيك اللي عملت البوليميك لو يعاودوا يتفرجوا فيها الناس بالكدا راهو تعرف شنو عمل لها في آخر الحلقة شنو عمل لها؟ راهو عاود عمل لها دوموند مارياج من جديد ورجع لها الخاتم نتاعها واللي هي أول مرة يعملها لها داير ما عملهاش قبل فرجعوا فرحانين ممكن اكثر من قبل فكنا احنا سبب باش نعاودوا نقربوا من بعضهم اكثر مره في العشرين حلقه اللي باش تشوفوهم امين يزين يمين الله يحضرنا محضر خير وكهو امين كلهم يروحوا فرحانين امين علاش اخترت فكره ديجا مانيش باش نقول كونسومي لكن فكره تواجدت برشا وعندها برشا سنين هل اليوم امين وفاول افكار ما عندكش افكار تاع كمان ما فاتش الافكار ما لا الافكار علاش اتجهت الفكره ذي
هاوش نقول لك انا كل مره حتى كي عملت في التاكسي، تاكسي موجوده في العالم الكل، ونذكر انا في بدايه الحلقه نقول وقتها راه فما الحلقه البرنامج هذا ماهوش جديد راه موجود منه وكيما صاير في برامج توينس الكل مش كان انا جربت. مي احنا شنو اللي 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 كان مميز انه ناخذوا الفكره وين صايره فنحاولوا نشوفوا رده فعل التوينسه في الموقف هذاك، فحبينا نشوفوا ردة فعل وين قلت لي مثلا صارت في مصر في الجزائر التوينسة، حبيت نشوف ردة فعلهم في الموقف هذا كيفاش ينجموا يتصرفوا. حتى لتوا ردود الأفعال فرحان بيهم أمين معلش؟ وي الحقيقة في تمشي به، قاعدين اليوم في الترتيب الأولانيين بالنسبة للكاميرا كاشي اللي قاعدين يتعديوا، لانه احنا في التوقيت نتاعنا نتعديوا مع كاميرا خفيه ومع فما سيت كوم، فما نجمش نقارن بالسيت كوم. بالنسبه للي كاميرا كاشي تقريبا احنا الترتيب الاول الحمد لله، ان شاء الله نكملوا هكا ال 20 حلقه. والحقيقه فرحان لانه الناس نقبل، معناها نقبل راهو الاراء كامله كيكو سوا بوزيتيف ولا نيجاتيف، بتبيع ما علينا كان نجموا نقدموا ونصلحوا ونحاولوا نعملوا الاحسن واللي معناها واللي خير من اللي نجموا نعملوه قبل ديما نحاولوا نصلحوا. امين تتفرج في الزملاء شنو قاعدين يعملوا ولا نتفرج؟ طبعا نتفرج الحلقات شنو تفرج لازم باش نتفرج. تفرجت فما كاميرا كاشي اللي في تلفزه تي في يقدم راوف كوكا ولا لا راوف كوكا ما عندوش، انا حسيت لا خاطر راوف كوكا كان اسمه مكتوب هو مش موجود، لكن الفكره والاشراف الكل نتاع راوف كوكا كمان. لا نعرف الاشراف لكن انا ما نجمش نتقارن براوف كوكا. راوف كوكا استاذ في الكاميرا الخفيه ولكن هو مش موجود، معناتها اليوم يقولوا راوف كوكا، راوف كوكا مش موجود فما كان اسمه في الجينيريك، فما تنجم تقارني بالطفل مثلا اللي قدم فيها. انا عارف كان كلامي صحيح ولا لا؟ والله انا نقارن ايش نقول لك امين، انا بعيدا عن الاسماء ايش نقول لك بن قمره ولا في فضل بن عمار امين لا لا مش كيف كيف ايش نقول ايش نقول لك امين، انا نقارن في زوز اعمال اوكي. راوف كوكا يعني كبرنا معها الكل، وانت تصور من جيلي معناتها كبرنا معها الكل، وعملاق من عمالقه الكاميرا الخفيه في تونس وكبرنا وتلمذوا ناس على يدين راوف كوكا غيره، لكن انا نقارن زوز اعمال راهو تو معناتها انا ضد ليه خاطر عمل عملوا فلان دوك ما قارنش، من حقك انك تعطي رايك معناتها مع اعمال راوف كوكا وقت اللي كان هو يعمل فيهم وما حلم، لانه انا نعرف راوف كوكا مدرسه وداير انا معناها خذيته قدوه حتى تلفزه تي في هو يعمل فيها راهو الكاميرا كاشي نعرف في بالي، لكن ما هو الاختلاف صار لانه يعني انا مستانس مثلا بالكاميرا كاشي نتاع راوف كوكا مع الناس العاديين المواطنين هذا اللي تربينا عليه. هذه فكره جديده لراوف كوكا عجبتك والا عجبوك الافكار القدوم اكثر؟ هذا السؤال امين. القدوم اكثر الحقيقه لانه مع المشاهير انا مش برشا نشجع الفكره. بي كاميرا كاشي تونسنا ماهيش اول موسم تونسنا، هذيك الجزء الثاني وي محلاه عربي سنغريه يعني عربي سنغريه حاجه مزيانه برشا، فما يظهر لي في الجنوبيه وفي جوهره تي في في يظهر لي هكا دونك انا نتبعهم نتفرج الحلقات الاولانيين بيان سور باش نشوف شكون فما. تشوف في روحك تستحق المرتبه الاولى بعد ما تفرجت في الحلقات الاولانيين تاع الاعمال الاخرى؟ ما نجمش نقيم روحي الحقيقه للشعب والمواطنين والمشاهدين هما انت مع روحك. انا اليوم مع روحي بيان سور كل واحد يقول انا الافضل للي يعملوا معناها كل واحد يقول يعمل الافضل. لو انا عملت برودوي لا يرتقي او مثلا نص الباس على الاخر اشتر اشتر عليك كان يبدا هكا شويه ناقص ممكن نعطي لروحي انذار وقلت يا والله فما شكون عمل حاجه احسن كلكو سواء ليدي ولا التنفيذ ولا حتى الصوره، لانه الصوره اليوم عندها دور كبير، الاضاءه الايماج الحلوه فهمتني. فتقريبا نشوف اعتقد بانه عندنا المعدل، عندك المعدل واكثر من المعدل الحقيقه في حسب الانتاجات نشوف فيهم السنه. تصويره اخر سؤال في نخدم بيه تصويره داولوها برشا رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي الكل، الكاميرا كاشي نتاع تلفزه تي في راهو فكوكا، الكاميرا كانت ظاهره في التل في الكهرباء دوكو الفيمو توانسه اللي الكاميرا كاشي مفبركه شنو رايك؟ وي شفت الموضوع، علاش قلت لك انا تمنيت انه سي راوف كوكا يقعد يواصل في الافكار اللي استنسنا بهم قبل السنه، ممكن اختار انه يبدل لانه اول مره يعمل مع الانتاج مع المشاهير، شفنا التصاور هذوكم وداروا فيهم الكاميرا ظاهره ممكن كانت قله التركيز لانه في الاخر يصنع في محتوى نتخيل هو حب يمشي في النهج هذا فانا نحترم ممكن هو يقول لك انا نحب نجيب ستار نتفاهموا احنا وياه ممكن يخرج احسن ما عنده
وكل واحد ربي معاه وربي ينجح وربي يوفقه. وربي يوفقك انت يمين زيدة، فرحانه برشا باللي بالاعمال اللي قدمتهم في الكاميرا الخفيه، ان شاء الله نشوفك ديما متالق وناجح امين معالج، وبالتوفيق ليك في اللي جاي. كل شهر مبروك مره اخرى. ميرسي